بينما الشاذلي رئيس أركان الجيش المصري طلب التمهل، قال ما احنا مستعدين لهذا، ما عندنا غطاء جوي يحمينا، لو توغلنا الجيش الإسرائيلي غطاءه الجوي أقوى، فدعونا نكتفي بهذا القدر. فأصرت القيادة المصرية ورفضت نصائح العسكريين، فتوغلوا بقرار سياسي داخل سيناء، فتركتهم إسرائيل يتوغلون ويتوغلون، ثم قامت بهجوم مضاد فدمرت 250 دبابة بقصف من الطيران الإسرائيلي الذي ما استطاعت أن تقف أمامه الطائرات المصرية. فمصر متوغلة، وسوريا استطاعت في نفس الوقت أن تحتل الجولان بعملية مفاجئة، وصعدت على جبل الشيخ العملاق وأسقطت الحماية العسكرية الإسرائيلية عنه، انتصارات عظيمة في بداية المعركة. لكن مع الانهيار المصري انهارت أيضا معنويات الجيش السوري، وبدأت انسحابات يتركون مواقعهم بدون قتال، فسيطرت إسرائيل على الجولان من جديد، واحتلت فوق ذلك 18 قرية سورية جديدة. وانتهت المعركة بخسائر كبيرة جدا لكل الأطراف، لكن ولأول مرة ينتصر جيش عربي ولو جزئيا على الجيش الإسرائيلي، وعادت بعض المعنويات للعرب الذين كانت قد تحطمت معنوياتهم بعد 67. ولولا الحقيقة الاستخبارات الأمريكية التي كانت تعطي المعلومات العسكرية الدقيقة لتحركات الجيوش العربية إلى إسرائيل، كانت ممكن أن تطول المعركة، لكن كل تحرك عربي كان مكشوف من قبل الأمريكان، وكانت المعلومات تصل أول بأول إلى إسرائيل. فالعرب مع ارتفاع المعنويات صدروا قرار خطير آخر في 17/10/73 أثناء اجتماع وزراء البترول في الكويت، قرروا خفض إنتاج النفط العربي بنسبة 20%، ثم تخفيضه بنسبة 5% بعد ذلك شهريا، إلى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. والفضل الحقيقة في هذا القرار يرجع بشكل أساسي إلى الملك فيصل رحمه الله تعالى، الذي له مواقف مشرفة تجاه قضية فلسطين، ومنها هذا الموقف المشرف. وقرروا قطع البترول تماما عن الدول التي تساند إسرائيل، طبعا وعلى رأسها أمريكا. وفعلا عانت أمريكا معاناة شديدة من هذا القرار، وارتفعت أسعار البترول. أنا أذكر ذلك، أنا كنت في أمريكا في ذلك الوقت، أذكر كيف ارتفعت أسعار البترول بنسبة 70% خلال هذه الفترة الوجيزة، وبدأ شد الأحزمة في الطاقة الأمريكية. طبعا بعدها بدأ تصغير حجم السيارات الأمريكية ذات الرفاهية الكبيرة، اللي ما كانت أسعار النفط 5 دولار 6 دولار قبل ذلك، فكانوا يعيشون على نفطنا بكل رخاء. ففعلا أوجعهم هذا القرار. عندها قرر مجلس الأمن قراره 338 الداعي إلى إيقاف الحرب وبدء المحادثات، وفعلا توقفت الحرب وبدأت المحادثات. وكان لهذه الحرب آثار ضخمة جدا، من أهم نتائج حرب 73 أنه ما استطاع العرب أن يحرروا الأراضي التي فقدوها في حرب 67، بل فقدوا مزيد من الأراضي. لكن رغم عدم حسم النصر، إلا أن الجندي العربي خرج بروح معنوية عالية، واستطاعت القوات المصرية أن تكسر شوكة اليهود في سيناء، واستطاعت القوات السورية كذلك في البداية أن تكسر شوكة اليهود في الجولان وتتسلق جبل الشيخ أكثر المواقع الإسرائيلية استراتيجية، وحطموا أسطورة إسرائيل التي لا تقهر. وكانت إسرائيل في بداية المعركة على وشك الانهيار كدولة وليس فقط كجيش. إسرائيل لا تتحمل هزيمة واحدة كبيرة، إسرائيل دولة عسكرية تقوم على الانتصار العسكري، فلو هزمت عسكريا لانتهت. حتى ذكر أن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك كانت تبكي أمام أخبار الهزائم التي حدثت لإسرائيل في بداية المعركة، وعرفت إسرائيل أنها لو هزمت لانتهت، ولولا الدعم الأمريكي لها لانتهت. وأثبت النفط أنه سلاح فعال يهز اقتصاديات العالم ويدعم اقتصاديات العرب، بارتفاع الأسعار بقرار وقف النفط
انتعشت اقتصاديات دول الخليج. فعلا كان تغيير جذري في ميزانيات دول الخليج بعد 73. لكن للأسف من الآثار السلبية لهذه الحرب أن ظهرت بوادر استعداد عربي للتخلي عن لاءات الخرطوم واستعداد قبول إسرائيل سلميا. وظهر السادات كبطل أكتوبر، لكنه استغل هذه البطولة فتجرأ وانفرد عن العرب وبدأ بعمليات سلام بعد أن تم فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل باتفاقية تنسحب بها إسرائيل إلى 30 كيلومتر شرق القناة. ظلت إسرائيل مسيطرة على سيناء ما عدا 30 كيلومتر شرق القناة، وتنسحب مصر غرب القناة ما عدا قوة رمزية مصرية شرق القناة هي 7000 جندي مصري فقط لمسافة 8 كيلو. أما باقي المساحة 22 كيلو التي تفصل ما بين القوات المصرية التي هي شرق القناة والقوات الإسرائيلية المسيطرة على باقي سيناء، فكانت فيها قوات للأمم المتحدة. فالآن لم تتحرر سيناء، ولم تتحرر الجولان، ولم تتحرر غزة، رغم كل هذه الانتصارات. ورجع الأمر أحسن قليلا مما كان عليه قبل 73، لكن ليس بتغيير جذري عما حدث في 67. واستقرت الأمور على هذا، وظلت إسرائيل مسيطرة خلال عام 74 وما بعد ذلك. وتطورت قضية فلسطين باتجاه آخر عندما قامت الدول العربية في مؤتمر القمة في الرباط في شهر 10/74 بالاعتراف بمنظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبهذا يحجم أي عمل فلسطيني آخر ويمنع أي تحرك فدائي آخر. طبعا هذا القرار أدى إلى انحسار في الشعور العربي تجاه قضية فلسطين، وشعر العرب أنهم غير مسؤولين عن قضية فلسطين، وأن المسؤول عنها هي منظمة التحرير لأنها الممثل الشرعي والوحيد. وطبعا برز ياسر عرفات كممثل لفلسطين، وزاد ذلك عندما دعي في الشهر التالي إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطاب شعب فلسطين في الأمم المتحدة، وتم قبول منظمة التحرير كعضو مراقب في الأمم المتحدة. ميثاق منظمة التحرير وميثاق فتح يقول الخيار الوحيد هو العمل العسكري. الآن مع دخول المنظمة كممثل وحيد للشعب الفلسطيني أمام العرب وأمام العالم، بدأوا الآن يلينون نحو الحل السلمي، وأيضا أعلنوا استعدادهم لقبول مبدأ الحلول المرحلية. قبل ذلك كان الحل الوحيد إلقاء إسرائيل في البحر، أما الآن فيقبلون إقامة دولة فلسطينية على جزء من فلسطين. طبعا ظلت الأمور كما هي، أعمال فدائية محدودة، إسرائيل مسيطرة على الجولان وغزة وسيناء، مصر أخذت القناة من جديد نعم، والعرب شعروا بعدم التزامهم تجاه قضية فلسطين لأنها صارت قضية الفلسطينيين. إلى أن جاء تطور خطير في عام 75 في شهر 4 عندما ابتدأت حرب لبنان، والتي استمرت منذ 75 إلى عام 1990، 15 سنة حرب بين الأحزاب والطوائف التي في لبنان، الدروز والمارون والسنة والشيعة، ودخل الفلسطينيون في جزء من هذا الصراع، مما أثر على العمل الفدائي تأثير كبير، وشغل العرب وشغل الجبهة اللبنانية عن فلسطين، وظهر تحالف كتائبي نصراني ماروني، وأعلن أن هدفه القضاء على الوجود الفلسطيني في لبنان. فبدأت المعارك ضد مخيمات اللاجئين وقواعد الفدائيين في لبنان. في هذه الأثناء كانت ثمت انتصارات سياسية يحدثها العالم العربي من خلال إقرار الأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والسيادة وحق العودة وحق استعادة حقوقه بكافة الوسائل. هذا القرار يشمل حق الشعب الفلسطيني باستعمال العمل العسكري، وصدر قرار في أيضا في نفس العام باعتبار الصهيونية نوع من أنواع العنصرية. فمن جهة
انتصارات سياسية عالمية، لكن من جهة اخفاقات عربية وضغط على الفلسطينيين. لكن ظلت فتح صامدة وظلت تمارس أعمالها العسكرية، وفي 5/3/75 قامت بتنفيذ عملية سافوي التي في تل أبيب قتلت فيها 50 عسكري و50 مدني إسرائيلي، واستمرت العمليات الفدائية واستمرت الصراعات في الأرض اللبنانية، وقامت الكتائب اللبنانية المسيحية في 14/1/76 باقتحام مخيم فلسطيني وقتلوا أعداد من الفلسطينيين فيه، ثم حاصروا مخيم جسر الباشا ومخيم تل الزعتر وعدة مخيمات أخرى في لبنان، وظل الصراع يشتعل بين الكتائب المارونيين بالذات والفلسطينيين في لبنان، بالإضافة إلى صراع يشمل كل القوى السياسية في لبنان. بينما نحن في هذه الصراعات، أقرت محكمة إسرائيلية حق اليهود في الصلاة في ساحات المسجد الأقصى متى شاءوا، وأدى ذلك طبعا إلى خروج مظاهرات وصدامات عنيفة جدا في فلسطين. في هذا العام، عام 76، ظهرت مشاكل كبيرة جدا أيضا بين منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا، بناء على دخول سوريا إلى لبنان ومحاصرتها للمعاقل الفلسطينية في لبنان وتعطيلها لطرق حركة القوات الفلسطينية، فأدى هذا إلى نشوب صراع بين الفلسطينيين وسوريا، وكل هذا أدى طبعا إلى إضعاف العمل الفلسطيني. فالآن العمل الفلسطيني مضروب في الأردن، في صراع مع سوريا، في صراع مع لبنان، ممنوع من التحرك من مصر، وطبعا بقمع شديد من داخل فلسطين على يد إسرائيل. وجاء يوم الأرض، يوم 30/3/76، وقامت مظاهرات عنيفة في فلسطين فصادمتها القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل 20 شهيد فلسطيني وجرح 1500. معركة كبيرة هذه، لما نتكلم عن 1500 ما هو شيء بسيط، 1500 جريح فلسطيني يسقطون في ذلك اليوم. وفي نفس الوقت كانت الكتائب تضغط على المخيمات الفلسطينية، والشعب الفلسطيني المنكوب في كل مكان يتعرض للضرب، فاستطاعت قوات الكتائب أن تقتحم مخيم تل الزعتر الكبير في الأرض اللبنانية، وسقط 10 الفلسطينيين على يد الكتائب ومن ساندهم من القوات العربية. ثم سقط مخيم تل الزعتر، وسقط بعده مخيم جسر الباشا، وضعف العمل الفلسطيني بشكل كبير،